السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى. نعم. السؤال لحضرتك، موظف في الحكومة طلع على المعاش، طيب، وبعدين بعد ما طلع على المعاش اكتشف أنه هو أخذ رصيد أجازات أكتر مما يستحق بدون أن يقصد ودون أن يعلم، والكلام ده حصل نتيجة خطأ من موظف الأجازات. لا اسم عليه. نعم، لا اسم عليه، يعني ما يردش، يعني لو ممكن يطلع. لا، هو أخذها خطأ، لو كان يعلم أنه ليس له رصيد أجازات ما أخذها، فلا إثم عليه. وموظف الأجازات لا يقصد برضو أنه هو يغلط، خلاص يعني. يا جد كده لا إثم عليه إن شاء الله. لا إثم عليه إن شاء الله. طيب،